يا جماعة، وصلني النهاردة هذا الصندوق الغريب اللي أنا طلبته من الإنترنت. طلبته من فترة بس هو لسه واصل النهاردة. ممكن أعتبره من سلسلة مثلا حاجات من الإنترنت، بس الحاجة اللي هنا بتطلبها بطريقة معينة ومختلفة جدا. الصندوق اتبهدل شوية بس أتمنى الحاجة اللي جواه ما تكونش اتبهدلت. نفتح دلوقتي مع بعض، بس خليني الأول أجاوب على بعض الأسئلة اللي أنتوا بعتوها لي لفيديو الأسئلة بتاع النهاردة. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. النهارده نزلت لكم بوست على الكوميونتي عشان نجمع الاسئله زي كل فتره كده بنعمل. الاسئله طبعا بكون متشوق جدا اقراها واشوف ايه اكتر اسئله عليها لايكات وما الى ذلك. النهارده نختار كده شويه من الاسئله، اكتر اسئله جه عليها لايكات، اكتر اسئله حماسيه عشان نجاوب عليها مع بعض. وطبعا في وسط الحلقه كده ان شاء الله ما تقلقوش، مش هطول عليكم، لازم نفتح هذا الصندوق عشان اوريكم ايه اللي جوه هنا. بس لحد ما نفتح حاولوا كده تخمنوا وتفكروا ايه اللي ممكن يكون وصل لي النهارده، واكتبوا دلوقتي في التعليقات على ما نجاوب على كام سؤال. ده يعتبر اول فيديو اسئله بعد ما وصلنا مليون الحمد لله، فاكيد طبعا في ناس كتير جديده انضمت الينا، فطبعا اهلا وسهلا بيكم. انا دايما كل فتره كده بنعمل فيديوهات اسئله، لكن انا للاسف بطول بينهم شويه، ولذلك بين كل فيديو والتاني بيكون في ناس كتير جديده، وعشان كده برضو اكتر سؤال يمكن بيتكرر، اكتر سؤال بيتسال، اكتر سؤال بيجي عليه لايكات هو السؤال التعريفي المعتاد، انت منين، بتشتغل ايه، بتعمل ايه وما الى ذلك. فخلينا نجاوب برضو على السؤال ده سريعا عشان كل الناس اللي انضمت الينا جديد. السؤال اتسال من كذا حد وكذا شكل، وبيقول انت مصري ولا لا، لو مصري منين بالظبط مصر، بتودي التليفونات اللي بتجيلك منين. ده سؤال يعني الناس مش محتاره فيه، شغال ايه غير اليوتيوب وشويه حاجات تانية كده. ايه اجاوب عليكم؟ نبدا الجزء الاول، انت مصري ولا لا؟ اكيد يا جماعه مصري، يعني مش عارف ليه الناس بتتلخبط او بتتساءل انا مصري ولا لا. وانا مصري بس عايش في الكويت، لكن ده لا يمنع انا مصري عادي، يعني لهجتي مصريه وشكلي مصري. منين بالظبط مصر؟ انا من اسكندريه. اشتغل ايه غير اليوتيوب؟ انا خريج كليه هندسه جامعه اسكندريه واشتغل مهندس مدني. تودي التليفونات اللي بتجيلك فين؟ ده برضو سؤال جاوبنا عليه كذا مره قبل كده. التليفونات يعني مصيرها مش كله موحد، يعني في منهم بفضل استخدمهم، في منهم بيفضلوا عندي، في منهم ببيعهم، في منهم بيرجعوا تاني للشركات اللي بعتهولي، ساعات بيطلبوا حاجه زي دي عادي، وفي منهم طبعا بيفضلوا موجودين عشان مثلا اعمل مقارنه بينه وبين الموبايل اللي هينزل الجيل الجديد منه مثلا وما الى ذلك، اعمل مقارنات بينه وبين حاجات تانيه، يعني مصيرهم مختلف. السؤال بعد كده هو سؤال تكنيكال اكتر، بيقول ممكن تقولي الفرق بين الاندرويد الخام والاندرويد المفتوح المصدر؟ اللي معايا لايك يا رجاله، اتمنى ترد عليا وهنرد عليك ان شاء الله. هو فعليا هما الاثنين واحد، يعني اندرويد هو اندرويد، بس خلينا اوضح لك كده المسميات دي معناها ايه. اندرويد عامه نظام تشغيل مفتوح المصدر اوبن سورس، بمعنى ان اي حد يقدر يستخدمه ببلاش، موجود اندرويد، اي شركه عايزه تستخدم اندرويد تقدر تستخدمه، ولكن دي نسخه اللي هي الفري، النسخه المتاحه للناس. النسخه دي هي مجرد اندرويد، اندرويد ساده جدا، ما فيهوش اي خدمات من جوجل ولا اي دعم، ده مجرد انت بتنزل اخر نسخه موجوده دلوقتي من اندرويد لو عايز تجرب عليها حاجه، عايز تجرب شغاله على اجهزه معينه وما الى ذلك. ولكن في نسخه تانية اسمها النسخه المرخصه، اللايسنسد فيرجن اوف اندرويد، والنسخه دي هي اللي بتستخدمها كل الشركات اللي انت تشوف الموبايلات منها زي سامسونج وهواوي وكل الشركات التانية. والنسخه دي طبعا بتتطلب رخصه من جوجل شخصيا، الموضوع اكيد بيكون فيه فلوس وبيكون فيه مصالح وبيكون فيه تجاره وبزنس كبير، ولكن النسخه دي هي اللي بتنزل عليها بقى كل خدمات جوجل، جوجل بلاي سيرفيسز والابلكيشنز العظيمه اللي انت بتشوفها بتاعه جوجل وما الى ذلك. طبعا من جزء من الترخيصه ان انت بيجي لك كل الابديتس على النسخه دي من اندرويد، ويجي لك كل التحديثات السكيورتي بتاعه كل شهر، زي ما احنا حكينا كتير في موضوع هواوي وقبل كده وما اعرفش ايه. ده تعريف اندرويد بشكل عام، لكن كلمه بقى اندرويد خام او ستوك اندرويد، ده عباره عن شكل اندرويد من غير اي انترفيس او من غير اي سكين. اندرويد زي ما جوجل بتسلمه للشركات، او نفس النسخه برضو الموجوده للاوبن سورس. اي شركه بقى من الشركات اللي واخده اللايسنس او واخده الرخصه بتاعت اندرويد عندها الاختيار انها تستخدم شكل الستوك اندرويد، شكل اندرويد الخام، او تحط عليه سكين او ثيم، الاشكال اللي انت بتشوفها على موبايلات كتير زي الوان يو اي والكالر او اس والايموشن يو اي وما الى ذلك. طالما تحط عليها سكين او تحط عليها ثيم ما بقاش اسمها ستوك اندرويد، لان بقى شكله مختلف عن اندرويد زي ما جوجل عملته. النسخه الستوك هي اللي بتشوفها مثلا على اجهزه اندرويد 1 زي مثلا اللي بتشوفها من نوكيا، او طبعا ستوك اندرويد اللي بينزل على اجهزه البيكسل، وان كانت برضو جوجل بتضيف ليه شويه حاجات خاصه. السؤال بعد كده بيقول عندي سؤالين بس، انت ازاي بتخليني افرح لما اشوف او اتفرج على فيديوهاتك؟ عشان انت راجل محترم ولذيذ جدا. والسؤال الثاني، مش ناوي تنزل مصر وتقابلنا؟ ان شاء الله. انا بنزل مصر كل سنه وكل فتره، مش بس كل سنه يعني، فانا نفسي بصراحه نعمل تجمع كده في مره، اكون موجود في مكان ينفع ان احنا نتجمع فيه، وهبعت لكم مثلا برضو على الكوميونتي او على اي حاجه ونعمل كده تجمع لطيف ان شاء الله، تكون تتعمل قريب ان شاء الله. السؤال بعد كده بيقول بدايتك في اليوتيوب وايه المصاعب، عشان احنا قناتنا مقضيها مصاعب بس، وايه نصايحك لينا؟ لايك يا شباب عشان يشوف
اوكي شوفوا، انا عارف ان في ناس كتير منكم بتفكر انها تبتدي يوتيوب او لسه بادئه مثلا قنوات جديده وعايزين يبداوا في مشوار بقى اليوتيوب وما اعرفش ايه. الموضوع حلو جدا وانصحكم تستمروا وتكملوا طبعا اذا انت بتحب الحاجه دي. مهم جدا انك تحبها عشان الموضوع فعلا مش سهل زي ما هو قال، في مصاعب هتقابلك في البدايه وفي النهايه. يعني انا لحد دلوقتي ما زال بيقابلني صعوبات كتير جدا، يمكن اكتر كمان من اللي كانت في الاول. النصيحه بقى اللي انا عايز اديها لاي حد مثلا لسه بادئ يوتيوب او ناوي يبدا قريب، ما تدخلش مجال يوتيوب عشان انت مثلا عايز تقلد شخص تاني. مفيش اي مشكله انك تقتبس من حد افكار او تشوف مثلا ستايل معين عجبك عشان انت عايز تعمل زيه، بس ما تخليش ده هدفك الاساسي. ما تخليش هدفك انك انا عايز اعمل زي ده عشان هو نجح او عشان هو كبر او عشان هو ما اعرفش ايه. لا، خليك انت شكل عشان يكون ليك شغف، عشان يكون حاجه انت فعلا بتحبها وهي دي اللي تخليك تقدر تستمر. في الاول هتلاقي الارقام ضعيفه وفي الاول هتلاقي مفيش مشاهدات وما اعرفش ايه. كمل، مفيش اي مشكله. اسمع اراء الناس، اسمع كده هم طالبين منك ايه، مش لازم تاخد مع كل الاراء، ولكن كده جمع وخلي الموضوع في بالك عشان تعرف بعد كده تعمل حاجه اللي تناسبك انت وبرده تناسب المشاهدين في نفس الوقت. نصيحه كمان سريعه بقولها دايما، ما تقلقش ابدا من المعدات والكواليتي وما اعرفش ايه. الحاجات دي في الاول لازم تكون عاديه. لو يعني جالك الصدفه كده وشفت اول فيديو عندي هتلاقي اكيد ماساه قوميه، فما تقلقش من الحاجات دي. الناس مش بتتفرج عشان الكواليتي، بيودي باي بيصور يمكن 720 بي، فما تقلقوش من النقطه دي، ولكن المهم هو انت، المهم هو اللي انت هتقوله للناس. في سؤال تخيلي لطيف كده بيقول لك، ما رايك في ان تصل دقه شاشات الهواتف الى 8K؟ تتمتع كاميرات الهواتف بمميزات اقوى من الكاميرات الفوتوغرافيه وكاميرات الفيديو، تصل معالجات الهواتف الى مستوى اعلى من معالجات اقوى الحواسيب لدرجه تمكنها من القيام بمهام اصعب. هل يمكننا ان نستغني عن هذه الاجهزه اذا تحققت هذه التطورات؟ ارجو الاجابه، اخوك ياسين علاء. اهلا وسهلا يا ياسين. شوف، فعليا كده احنا قريبين جدا من كل اللي انت قلته، يعني ما يعتبرش حاجه خياليه قوي. يعني عندنا شاشات 4K وعندنا كاميرات فعلا احسن من بعض كاميرات الدي اس ال ار، وعندنا كمان مواصفات داخليه اقوى من لابتوبات كتير. دي حاجه موجوده فعليا واكيد هتتطور بسرعه خلال السنين اللي جايه. بس هل ده معناه ان الموبايلات اللي ماسكينها في ايدينا دي هتلغي بقى كل الاجهزه التانيه دي، هتلغي اللابتوبات والكاميرات والتابلتس والحاجات التانيه كلها؟ ما اظنش، لان في حاجه اسمها الفورم فاكتور او الشكل، التصميم بتاع الجهاز نفسه وظيفته الفعليه. فكر كده مثلا، ليه لحد دلوقتي في كيبورد بزراير تقليديه بتداس نفس اللي كانت موجوده من سنين؟ هي احسن طبعا واتطورت وما اعرفش ايه، بس تقريبا نفس المنظر بنفس الوظيفه. عشان الشاشات التاتش سكرين اللي انت بتضغط عليها بزرايرك لما تيجي تكتب مش احسن، كيبورد بتشتغل احسن منها. يا ادم وتكنولوجيا يعني غير متطوره وما اعرفش ايه، ولكن ما زالت بتشتغل احسن. اذا عايز تعمل شغل حقيقي او تستخدم برامج كبيره مش موجوده اصلا على الموبايلات او تلعب جيمز تقيله، حتى لو موبايلك يقدر يشغلها، لكن فكره انك تمسك الموبايل بالشكل ده وما تلاقيش زراير مثلا تستخدمها او الشاشه صغيره او ما اعرفش ايه، كل الحاجات دي بتخلي مكان في السوق لبقيه الاجهزه الثانيه. ولكن هقول لك الحاجه اللي ممكن فعلا تنقلنا للمستقبل مع القوه اللي عماله تزيد في الموبايلات اللي معانا كل يوم. فكره مثلا ديكس، او الفكره اللي كانت عملتها ريزر قبل كده، انك تحط الموبايل بتاعك جوه شاسيه كده شبه بتاع اللابتوب عشان تستخدم القوة اللي في الموبايل نفسه عشان تشغل بقية الحاجات. الفكرة دي فعلا كويسة جدا، إذا بدأت الشركات تطورها وبدأت تعملها بشكل أحسن، يبقى عندك القوة اللي أنت محتاجها كلها موجودة في الجهاز اللي أنت بتشيله في إيدك، لكن وقت ما تحتاج الفورم فاكتور أو الشكل مثلا بتاع اللابتوب أو بتاع الكمبيوتر العادي أو أي حاجة، مجرد توصل كيبل أو توصل أي حاجة في الموبايل مثلا عشان تاخد الشاشة الكبيرة وتاخد الكيبورد وتاخد ماوس وتاخد معرفش إيه. يعني أنا شايف إن فعلا الفكرة اللي ممكن تزقنا بعد كده للمستقبل إن ما يكونش بقى في هاردوير قوي هنا وفي هاردوير قوي هنا وفي هاردوير قوي هنا، أنا مش محتاج كل دول، أنا عندي هاردوير قوي يشغل كل حاجة لكن أقدر أشغله في كذا شكل مختلف. صديقي عبد الله من قناة الأكيل مشارك معانا بسؤال، أكلتك المفضلة إيه؟ عبد الله على فكرة عامل قناة اسمها الأكيل، قناة لطيفة جدا، إذا أنت ليك في الأكل أكيد هتغريك حاجات كتير فيها، صحوا تابعوها. أكلتي المفضلة دي حاجة بصراحة بتتغير يعني كل فترة، يعني من فترة كده وسألتني كنت هقول لك مثلا البرجر، البرجرات القوية الدسمة التقيلة الخطيرة دي، ولكن مؤخرا اكتشفت مطعم هنا جبار بصراحة، مطعم بيعمل لحمة سموكت يعني مدخنة بس بشكل رهيب، أنا أول مرة في حياتي آكل حاجة زي دي. المطعم اكتشفته مؤخرا واسمه سموك مي باربيكيو، ده مش إعلان على فكرة، أنا لا أعرفهم ولا يعرفوني، بس أنا أكلت من عندهم كذا مرة والحاجات بتاعتهم خطيرة بصراحة. إذا ليك في اللحمة المدخنة بقى وأجواء مثلا الريبس والبريسكت والحاجات اللحمة الرهيبة دي، ده مطعم رهيب. جوعني السؤال اللي فات ده. السؤال اللي بعد كده بيقول، ما هي معدات التصوير التي تراها ممتازة؟ كاميرات، عدسات، مايكروفونات، وما هي أفضل ساعة ذكية عندك وسماعات؟
بص، هو السؤال ده يعني نسبي جدا، يعني حاجة اللي ممكن أكون شايفها ممتازة ممكن برضو ما تكونش مناسبة ليك أو مناسبة لناس تانية كتير، بالذات في موضوع معدات التصوير وما إلى ذلك، عشان هي درجات. يعني في حاجات رهيبة جدا وفي حاجات وسط وفي حاجات قليلة، كل واحدة بتأدي نفس الوظيفة في الآخر. بس أنا هحكي لك على الكاميرا اللي أنا معجب بيها جدا مؤخرا وبفكر فيها جدا رغم إن هي مجنونة جدا. دي كاميرا جديدة من شركة باناسونيك اسمها لوميكس S1H، دي أحدث كاميرا عندهم. كاميرا بتصور 6K على الفول فريم سنسور، كاميرا مجنونة بتعمل كل حاجة فعليا ممكن تتخيلها في أي كاميرا. غالبا جدا لما تدور على كاميرات من شركات زي كانون أو سوني بتلاقي كاميرات فعلا قوية جدا، ولكن دايما بتلاقي حاجة ناقصة. لازم، دي قاعدة عامة، لازم تلاقي حاجة مش شغالة كويس أو حاجة مش موجودة، معرفش ليه بيعملوا فينا كده. ولكن الكاميرا دي فعليا أنا مش لاقي فيها حاجة ناقصة. الكاميرا دي فيها تقريبا كل حاجة ممكن تحتاجها دلوقتي وتحتاجها بعد 100 سنة. هي أكيد مش رخيصة، ولكن إذا أنت عايز حاجة الألتيميت اللي فيها كل حاجة، الكاميرا دي رهيبة. طيب عرفت أكيد بقى خلاص زيت، وعايزين بقى نفتح بقى الصندوق نعرف إيه اللي جوه. بس ناخد آخر سؤال عشان ده ليه علاقة برضو. السؤال بيقول إيه السكينة المفضلة عندك حاليا؟ سكينتي المفضلة هي اللي هنفتح بيها هذا الصندوق. دي سكينة وريتها لكم قبل كده اسمها ثيتا، من مصمم اسمه إلايجا أيشم من شركة اسمها كايزر. سكينة مصنوعة من التيتانيوم كهندل، والحديد بتاع السكينة نفسه مصنوع من مادة اسمها S35VN. سكينة خطيرة جدا، بتفرجوا على فيديو السكاكين عشان تعرفوا. خلينا دلوقتي بقى نعمل انبوكسنج لهذا البوكس العملاق. في لازم موجود كده في زوايا غريبه وفي كل حته، فواضح كده انها اتفتحت واتقفلت في الجمارك كذا مره. والله ان شاء الله تكون سليمه. نشوف مع بعض ايه اللي جوه الصندوق. جاهزين يا جماعه؟ مين اللي خمن صح اكيد دلوقتي عرفته. لا يا جماعه، والحمد لله، درع المليون مشترك، الدرع الذهبي. طبعا برضو زي ما شفنا في الانبوكسنج بتاع الدرع الفضي، جايلنا رساله من سوزان موجيسكي اللي هي السي او بتاعت يوتيوب، بتقول يو ار بيجر ذان فانكوفر، يو ار بيجر ذان فينيس، يو ار بيجر ذان لاس فيجاس. يعني احنا كعدد مشتركين يعني مع بعض عدينا السكان كل المدن دي. انتم شايفين رساله لطيفه جدا متوقعه من سوزان شخصيا. سيبوا جنب الحاجات دي كلها وخلينا بقى نطلع الدرع نفسه. مش تقيل بصراحة، توقعته يكون أتقل من كده شوية، أكبر بكتير أكيد من الدرع الفضي. تاتا، درع اليوتيوب الذهبي. يا جماعة زي ما شايفين الكاميرا موجودة عندنا هنا. أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وسعيد جدا بيكم، وطبعا زي كل مرة وكالعادة بشكركم جدا جدا عن إحنا وصلنا مع بعض هذا الانجاز والشرف اللطيف جدا. ده على فكره التصميم الجديد لدرع المليون. كان زمان في تصميم ادم كده نفس اللي انا اخدته مع ال 100,000، كان بيبقى فيه ازاز على الوش كده والكتابه مكتوبه من ورا الازاز. هنا الكتابه مكتوبه على الدرع نفسه من بره وتعتبر بارزه شويه كده. المره دي انا اخترت ان هم يكتبوها عمر دايزر بالعربي وعمر دايزر بالانجليزي. المره فاتت كنت قلقان بصراحه ان هم يكتبوها بالعربي غلط او تطلع الحروف ملخبطه، لكن قلت المره دي خلينا نتوكل على الله. فعلا الحمد لله طلعت كويسه ومظبوطه، شكلها ممتاز. المقارنة عشان نشوفوا الفرق بين التصميم الجديد والتصميم القديم، ده درع الفضي، درع ال 100,000. زي ما انتم شايفين بيجي عليه ازاز او بلاستيك كده من بره. جديد اظن شكله الطف، شكله احلى كده ومودرن اكتر، ولا انتوا ايه رايكم؟ الحته دي على فكره مفرغه، يعني المثلث ده بارز لبره كده، شكله حلو جدا. ان شاء الله الفتره اللي جايه بقى نشوف له مكان لطيف كده في الاستوديو عشان نعلقه. ده على فكره لحد دلوقتي ما كنتش معلقه، كنت حاطه كده على رف، لكن ده بقى لازم يتعلق. وان شاء الله برضو عقبال ال 10 مليون درع بقى الماسي كده، ربنا يكرمنا مع بعض وان شاء الله نوصل. واكيد لازم بشكركم جدا جدا على الدعم المتواصل، والحمد لله يعني وصلنا مع بعض انجاز كبير جدا. الفيديو ده كان يعتبر كومبو كده ما بين فيديو الاسئله المعتاد وفيديو ان احنا نتفرج مع بعض على درع المليون. وبس لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش لايك عنيف، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اول باول. ليت كمان تابعونا على انستغرام، فيسبوك، تويتر، رابط كل ده تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.